شكرا لكما زاهر ونادين، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة المباشرة من بيروت ضمن تغطيتنا المتواصلة للحراك الشعبي المطالب برحيل الطبقة السياسية واستقالة الحكومة. في اليوم 11 من الحراك الشعبي المتصاعد في لبنان تجمعت حشود من المتظاهرين ليلا في ساحات الاعتصام الموزعة على مختلف المناطق، وأكبرها سجل في ساحة الشهداء ببيروت. وشكل آلاف المحتجين اليوم سلسلة بشرية ضخمة امتدت من صور جنوبا وحتى طرابلس شمالا مرورا ببيروت للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات. ويأتي ذلك في ظل إغلاق شامل للمصارف في البلاد وكذلك للمدارس والجامعات وسط إقفال مستمر للطرقات الرئيسية من جانب المتظاهرين. بالآلاف زحف اللبنانيون إلى الساحات مجددا، وفي اليوم 11 لم يتبدل المشهد، بقي اللبنانيون على عهدهم وافترشوا الساحات واستظلوا بأفياء الأرزة وخطوطها الحمراء، ملأوا الساحات من الجنوب إلى الشمال مرورا بالعاصمة. نحن بدنا أولادنا يرجعوا على وطنهم، عم بيبكوا برا، بيحضرونا على التلفزيون بيبكوا على لبنان ونحن عم نبكي عليهم لأنهم بالغربة. كتير وضع البلد تعبان، أنا شخص متعاقد، أنا شخص بنطر السنة ثلاث مرات لأقبض. ولا زعيم اجا محل بطالة، ولا زعيم اجا عملنا مصانع، بدنا لا مركزية للكهرباء، هيدي مطلبنا، وان شاء الله نحن نكون ثورة حرة لكرامة الشعب اللبناني وكل الدول العربية نكون لها درس. اليوم النقابات هي مشاركة، يعني في جو عام انه النقابات مشاركة، هي مشاركة من اول يوم ايام الثورة. وبالتالي نحن نعتبر أهداف الثورة هي أهداف أساسية للنقابات، خاصة أن هي ثورة اجتماعية بالدرجة الأولى. الحراك المستمر بالزخم نفسه في الشارع يقابل بارتكاب وجمود من أركان السلطة وركائزها الأساسية، لا بل أن الوعود بالإصلاح بقيت في إطار الوعود وها هي تتبدد بالساعات. باتت تقاس تطورات المشهد هنا وسط تمسك الشارع بمطالبه وتمسك أركان السلطة بعروشهم، شد حبال من الصعب التكهن بنتائجه. جيس الحشخري، العربي، بيروت. وإلى شبكة مراسلينا علي رباح من ساحة الشهداء وسط بيروت، محمد شبارو من جل الديب شرق بيروت، محمد غملوش من صور جنوب لبنان، وأحمد الهاشمي من طرابلس شمال لبنان. وأبدأ مع علي رباح من ساحة الشهداء. علي، إلى أي حد يعتبر هذا اليوم مهما للحراك من حيث المشاركة الواسعة ونجاح السلسلة البشرية؟ نعم ريما، يعني الحشود هنا في ساحة الشهداء والساحات المحيطة ضخمة جدا، لكنها لم تكن مفاجئة لا للشارع ولا للسلطة، بما أننا يوم أحد وبالتالي يوم عطلة وهو يوم الذروة. المحتجون هنا يعني تجاوزوا يوم الأحد، والنقاش بات يتمحور حول يوم الاثنين وتحديدا صباح يوم الاثنين وطرقات يوم الاثنين. المحتجون يصرون على إقفال الطرقات غدا في جميع المناطق اللبنانية، بينما تصر السلطة على فتح الطرقات لإعادة الحياة إلى لبنان. قبل قليل دار نقاش هنا خلفي في إحدى الخيم، جمعت مجموعات لم تلتقي من قبل منذ انطلاق الاحتجاجات. الجميع أجمعوا على ضرورة إقفال الطرقات غدا بما أنها الوسيلة الوحيدة للضغط على الحكومة. أيضا كان ملفتا بأن معظم المنصات هنا حيت الجيش اللبناني ودعت أيضا إلى عدم المواجهة مع الجيش اللبناني. هناك استشعار هنا بأن الأزمة إذا طالت والاحتجاجات إذا طالت فالأحزاب السلطة يمكن أن تذهب إلى القمع كما حدث قبل أيام. لذلك هناك تحية دائما للجيش اللبناني، خاصة
خاصة مع توارد أفكار يعني معلومات إلى هنا، وأيضا داخل الأروقة السياسية تقول بأن هناك يعني هناك خلاف بين الجيش اللبناني والعهد، وهناك رسالة وجهت من قبل قائد الجيش إلى كافة الأحزاب تؤكد بأنه لن يفتح الطرقات بالقوة. نعم ريما. إلى محمد شبار. ومحمد جلال الديب شاركت هذه أيضا هذه الليلة في المظاهرات وأيضا شاركت في السلسلة البشرية، هل هي مستمرة وما الخطوات المقبلة في بداية الأسبوع المقبل، مرحلة جديدة نبدأها؟ محمد يبدو أن محمد لا يسمعني في جلال الديب. أنتقل إلى ساحة النور مع أحمد الهاشمي. أحمد في طرابلس. أحمد، ماذا يقول أهل طرابلس بالنسبة للأسبوع المقبل في ظل حديث عن خطة؟ أسألك عن تصورات وتوقعات أهل طرابلس للأسبوع المقبل في ظل كلام عن خطة أمنية سيتم تنفيذها غدا. نعم ريما، طبعا إجمالا المخاوف واضحة وظاهرة بما له علاقة بفض الاعتصامات يوم غد، وكلام كبير يحدث ولكن بشكل غير رسمي. هناك مخاوف بين المتظاهرين. المنصة فعليا يعني التي عرفها متابعو التظاهرات في لبنان تحديدا في طرابلس، خرج الكثير من المتحدثين وتكلموا بشكل واضح عن إعلان لعصيان مدني ودعوات لعصيان مدني ابتداء من يوم غد. دعوات فعليا بدأت من يعني لكثير من المحتجين، قالوا فيها بأنه سوف يقومون بأخذ سياراتهم وصفها بشكل يعني قد يكون إلى حد ما يعلن فكرة العصيان المدني بشكل ظاهر وشكل واضح. دعيني أخرج من الصورة إلى حد ما وأريكم المشهد في ساحة النور. الآن الأعداد خفت بعد حالة من الكر والفرن صح القول ما بين المتظاهرين والأمطار. نسبة الأمطار أصبحت قوية جدا وعالية، حتى أن يعني بعض المنظمين قاموا بإعطائنا هذه الملابس الواقية من المياه، ولكن لا يزال هناك مجموعات فعليا تحت بعض الخيم، يعني تحت بعض الخيم المتواجدة في وسط الساحة. واهتم الناس فعليا بهذا التفصيل، حتى مع وجود كمية كبيرة من الأمطار اهتم الناس ببقائهم في الساحة. وأتوقع بأن رسالة يعني وصلت ما له علاقة باهتمام الناس بوجودهم في الساحة حتى رغم يعني الأمطار ونسبة الأمطار العالية. ريما. نعم أحمد. نعم علي وأحمد. محمد شبارو هل تسمعني الآن؟ محمد لا يسمعني ربما. محمد أنتقل إلى صور. محمد شبارو من جلال الديب هل تسمعني؟ أنتقل إلى محمد غملوش في صور. محمد، مشاركة كثيفة في صور وأيضا سجل تواجد للفنان مرسال خليفي، إلى أي مدى لمست إصرارا من قبل أهالي صور على الاستمرار وأيضا على ربما الخطوات المقبلة كما قال علي وأحمد، القيام بإقفال للطرقات وعصيان مدني بدءا من يوم غد؟ نعم ريما، يمكن القول بأن السلسلة البشرية التي أقيمت هنا على شاطئ سور صباح اليوم أتت بثمارها، بالإضافة إلى زيارة الفنان مرسال خليفي إلى مدينة سور. اليوم ساحة العلم في مدينة سور مختلفة عما كانت عليه مساء أمس ومساء يوم الجمعة. الساحة ممتلئة من عند آخرها، بالإضافة إلى تخوم هذه الساحة. نحن نتحدث عما يزيد عن 1500 متظاهر. الناس هنا مصرون على الاستمرار، لا استسلام كما يقول الجميع حتى تتحقق المطالب كافة.
حتى أنهم ردوا على من زعم ومن راهن من قوى السلطة أنه مع بداية الأسبوع ستضمحل الأعداد، إلا أن الناس في مدينة صور جنوب لبنان باقون في ساحة العلم حتى تتحقق جميع وكافة المطالب. شكرا جزيلا لك محمد غملوش من صور، علي رباح من ساحة الشهداء، أحمد الهاشمي من طرابلس، وأيضا محمد شبارو من جل الديب. دوليا حث البابا فرانسيس مختلف الفرقاء في لبنان على الحوار بهدف التوصل إلى حل للأزمة الراهنة. وخلال عظته الأسبوعية أعرب البابا فرانسيس عن أمله في بقاء لبنان ساحة للتعايش السلمي وحرية للتعبير بدعم من المجتمع الدولي. وبهذا الخبر نأتي إلى ختام هذه النافذة، عودة إلى الزملاء في لندن.